وفي ذات السياق أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان القداس الإلهي لراحة نفس قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. ترأس القداسة سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن بمشاركة المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وبطريرك اللاتين السابق فؤاد طوال والمطران جوزيف جبارة رئيس أبرشية الروم الكاثوليك وراعي الكنيسة المارونية الأب جوزيف السويد وراعي الكنيسة الكلدانية الأب زيد حبابة وراعي كنيسة السريان الكاثوليك الأب ثائر عبا وحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وشخصيات دينية ومدنية ودبلوماسية وحشود كبيرة من مختلف الرعاية فيما أحيت ترانيم القداس جوقة ينبوع المحبة بقيادة المايسترو طعم جبارة. وأمامك الشر صانات لكي تظهر عادلا في أقوالك وذكيا في قضائك ارحمني يا تميز البابا الراحل بنديكتوس بفكره اللاهوتي والإنساني العميق الذي أعلنه بالتدريس والوعظ وبالأخص بتعليمه الرسمي، وهذا التعليم موجود اليوم في مجلدات تدعى المجموعة الكاملة أوبرا أومنيا. ويمكننا القول أن السنوات الثماني لحبريته تميزت بنشره ثلاث رسائل عامة هامة هي الله محبة كاريتاس ديوس كاريتاس إست وبالرجاء مخلصون سبي سالفي، والثالثة المحبة في الحق كاريتاس إن فيريتاته. وإلى جانب روح بحثه المستمر للجمع بين الإيمان والعقل فيدس إتراتسيو، فقد تحلى بشجاعة عظيمة في الحوار والنقاش المفتوح مع الحداثة وتحديات العلمنة العصرية. وتبقى وقفته دقيقتي صلاة في المسجد الأزرق الكبير في اسطنبول أمام المحراب دليلاً على احترام كبير. وخلال رحلته التاريخية إلى الأراضي المقدسة عام 2009 وفي لقائه وقفته الأولى في عمان، في لقائه مع رجال الدين المسلمين وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسجد الملك الحسين بن طلال يوم السبت 9 عام 2009، شكر البابا بنديكتوس جلالة الملك عبد الله وأعضاء العائلة الهاشمية المالكة والحكومة الأردنية قائلاً، وهنا أقتبس: إن العديد من المبادرات لتعزيز الحوار والتبادل بين الأديان والثقافات تحظى بتقدير شعب المملكة الأردنية الهاشمية وتحظى باحترام المجتمع الدولي على نطاق واسع، وهذه المبادرات تجد صدى كبيراً في العديد من مبادرات التعاون بين الأردنيين. لكل هذا أود أن أعرب عن إعجاب الصادق، ثم دعا المسلمين والمسيحيين قائلاً أن عليهم أن يسعوا اليوم لأن يعرفوا وأن يعترف بهم على أنهم عابدون لله، أمينون للصلاة، وحريصون على التمسك بشرائع الله القدير، وأن يعيشوها رحماء وشفوقين ثابتين في الشهادة لكل ما هو حقيقي وخير، ومدركين للأصل المشترك لكرامة كل إنسان الذي يبقى في قمة مخطط الله المبدع للعالم والتاريخ.